بكم، مرحبا بكم في القناه وفيديو جديد. كيف ما عودتكم دائما مره كنشارك معكم هكا منتج اللي كيعجبني وكيجيني يعني مميز، فكنقول انه ضروري نشارك معكم باش هكا الا شفتوه في لي سوبر مارشي اولا في الهري وبغيتو تعرفوه واش مزيان ولا لا، تكونوا خديتو معلومات وشفتو التجربه باش هكا ما يعني ما تشمتوش فيه وتاخذوه وفي الاخر ما يصلحش لكم. لذلك الفيديو ديال اليوم غادي يكون على هذا المنتج ليناس اللي معروف كيتستعمل ليناس الابيض للزليج، وهذا ليناس البرتقالي اللي عنده استعمالات كثيره بزاف. غادي تشوفوها معايا ان شاء الله في هذا الفيديو بالتفاصيل وفرجه ممتعه. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يعرفوا فين كيتباع والثمن ديالو، راه كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا مواد التنظيف اللي كيكونوا متخصصين فيهم، وكذلك يتباع عند الهري. بالنسبه للثمن ديالو فما كيفوتش 12 13 درهم. كيف ما تشوف المغسله كان الشكل ديالها يعني مقزز جدا جدا، رشيتها بالبرودوي ديال نيناس وحكيتها هنايا بشويه ديال جيكس غليظ. من الافضل وكنصحكم انكم تستعملوا القفازات باش تحميو يديكم لانه كينشف اليدين بزاف، وباش نزول ليه الرائحه ديالو فدرت شويه ديال صابون الاواني ودوزت على المغسله، وكما كتشوفوا كتحصلوا على واحد اللمعان زوين بزاف، كيطيب لكم حوض المطبخ بواحد الطريقه اللي سحريه صراحه. واخا قديم واخا يعني الحاله ديالو ماشي زوينه، ولكن راه كيتنظف وكيرجع احسن من قبل بزاف. هانتوما شوفوا النتيجه كيفاش دايره. اولا البوطاغاز كنلقاو مشكل معاه، خصوصا الى تراكموا عليه دهون واحترقت مع الوقت، فكيولي صعيب بزاف اننا ننظفوه. ما عليكم الا ترشوا شويه من هذا المنتج هذا اللي هو ليناس، كتخليوه 5 دقائق اولا كتمسحوه مباشره، راه كيزولوا هذوك الدهون بسهوله، ما تحتاجوش نهائيا لا جيكس لا والو، ما كتحكم حتى شي حاجه، فقط كتمسحوه وكيرجع ليه اللمعان ديالو، كيتنظف بسهوله واحد السهوله يعني راه واخا نشكروا ليكم راه هو شاكر راسو. هنايا دوزت على الزاجه حتى هي نظفها ليا مزيان، وكينفع بزاف اي حاجه ديال لينوكس. هاد الروبينيات ديال الحمام مع الاستعمال كيتراكم عليهم طبقه ديال الكالكير اللي كتولي سميكه وما كتقدرش انها تزول بسهوله. دوك البقع البيضاء ديال يعني قطرات ديال الماء كتبقى هكا على الصنبور وكتخليه يبان بحال الا ما مغسولش وما نقيش، وكيعطي واحد الشعور اللي ما زوينش. فما عليكم الا ترشوا هكا الصنبور كيف ما شفتوا، كنرشوا وكنرجع كندوز عليه بمنديل يكون ناشف. من الافضل تستعملوا هذوك المناديل ديال لي ميكرو فيبر، زوينين كيمسحوا ما كيخليوش دوك الخطوط وكيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وكرجع الصنبور لامع كانه جديد يعني ما تحتاجوش كاع تحكوا او تفركوه، فقط كترشوا وكتمسحوا والنتيجه ها هي. اطفال صغار في الدار فضروري ما غيشوف هذا المنظر هذا مره اللي هو ستيلو في الحيط، فاسهل طريقه هي انني كنرشو بهذا البرودوي هذا وكندوز عليه بشيفون فكيتمسح بحال السحر. واخا يكون داك ستيلو قديم ما كيبقاش نهائيا. كذلك الحيوط ديال الحمام ديال المطبخ اللي تيكون عليهم دهون اوساخ بقع اي حاجه كترشوه بهذا البرودوي هذا كترشوه
ومن بعد كتدوزو كتمسحوه او لا كتدوزو عليه الا كان البقعة شوية قاصحين بالجيكس. كما شفتوا هاد الزليج هذا محفر وما بين هادوك المربعات كيدخلوا الاوساخ تما، فغي كنمسحهم كراه كيزول منهم هادوك الاوساخ بواحد السهوله تامه كما شفتوا. فقط واحد الملاحظه هو ان هاد البرودوي راه شويه الريحه ديالو مجهده، فديروا الكمامه والنتيجه هي قدامكم واحد النظافه زوينه. هنايا رشيتو على الفرن كيف ما كتشوفوا، كاين هنايا الطبايع ديال الليدان، انا رشيتو عليه غنخليه واحد 10 دقائق. راني مسحتو، شوفوا ما شاء الله كيفاش تنقى، كيفاش تحيد منو هذاك الدهون. هانتوما شوفوا الجهه الاخرى كيفاش دايره فيها هنايا البقع، هانتوما لاحظوا الفرق راه كيتنظف صراحه. رشو مسحو، انا راني رشيتو حتى على هنايا، باقي غادي ندوز عليه واحد الفركه، ولكن راه هانتوما شوفوا كيتنقى صافي. هاد البلاصه هادي راه باقي ما درتش عليها البرودوي، شوفوا كيفاش دايره. غادي نرشو هنايا بالبرودوي، نخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق باش هكا كيدير المفعول ديالو، وكنعاود نرجع نحكو شويه بالجكس الغليظ حيت كاينه هذيك السميده مع كتحرق وكتبقى لاصقه، ونخليه دابا واحد شويه ونعاود نرجع ليه. هنايا راني حكيتو شويه وغادي ندوز عليه بالشيفون. نتوما شوفو يعني كيتنقى وكيتنظف. انا غادي نكمل وغادي نعاود عاوتاني نرش البرودوي وغادي نعاود نفرك، شوفو شحال ديال الاوساخ كتزول. وهنايا شوفو ما شاء الله كيفاش ولا كيضوي. بالنسبه لهذا الشيء غنخليه حتى نعاود نحكو مره اخرى، غادي نعاود غير نرشو وغادي يتزول لان دوك البلايص شويه محروقين، ولكن النتيجه زوينه بزاف. وكذلك استعمال لا يقل اهميه اللي هو كيخص الالات الكهربائيه اللي في المطبخ، سواء غساله الاواني، غساله الملابس، الثلاجه، فران ديال الضو، ميكرون، اي حاجه كنمسحوها بهذا البرودوي هذا. خصوصا كانت هكا في الكري ولا حتى في الابيض، جربتها انا على الثلاجه في الابيض حتى هي تمسحات ورجعات كتشعل، كيحيد دوك الطبايع، كيحيد دوك البقع اللي كيكونوا ديال الماء ملي كيطرش. وهانتوما كتشوفوا النتيجه رائعه. مصبوغين كيحيروا باش ينظفوهم، فهاد المنتج ديال النص راه زوين بزاف، وفي نفس الوقت راه ما كيأثرش على الصباغه. ممكن تستعملوا حتى الخشب يعني عادي ما مصبوغش او لا غير من فيرني، حتى هو راه كينظفوا وكيخرجوا كيلمع. هانتوما شوفوا ما شاء الله راه كيتنظفوا كيتنقاو وكيبقى فيهم داك لابغيونس يعني ما كيتحيدش، ما تخافوش راه تينظفهم الطريقه اللي زوينه وما كيخرجش عليهم. ولهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله نكون عطيتكم فكره على هذا المنتوج هذا وتاخذوه، راه زوين بزاف بزاف، مازال عنده استعمالات اخرى غادي تشوفوها معي ان شاء الله في الجزء الثاني. السلام عليكم.